مستمرين في تغطيتنا لهذه المباراة المهمة، الأهلي وبيدافيس في دور ال 32. إن شاء الله دي مباراة عنق زجاجة للنادي الأهلي اللي دخوله دوري المجموعات، فبالتالي النهاردة الفوز بشكل مريح يريحنا في مباراة العودة اللي هتكون إن شاء الله في جنوب أفريقيا. يعني كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة وتركيز كبير من اللاعبين وأيضا الجهاز الفني. عايز أذكركم إن النادي الأهلي بيلعب بزي الرسمي أحمر أبيض أحمر، وأيضا فريق بيدافيس بيلعب بالطاقم أزرق بالكامل. طبعا عايزين نقول إن الهداف التاريخي لفريق النادي الأهلي في هذه البطولة هو كابتن محمود الخطيب، 37 هدف. يعني طبعا كابتن محمود من اللاعبين المميزين، وهو أيضا أول لاعب أحرز في هذه البطولة هدف، وده كان عام 76. أيمن خليني أكلمك بقى على فريق بيدافيس وأهمية أو النقاط القوة لدى هذا الفريق اللي إحنا إلى حد ما شفناهوش بشكل كبير. يمكن شفنا فريق سان داونز، شفنا كازر تشيفز، شفنا فرق كتير، أورلاندو بايرتس قبل كده أيضا مع النادي الأهلي، وآخر فوز بهذه البطولة في 2012. طيب ده زي الرسمي امام النادي الاهلي او الفرقتين، الاهلي احمر ابيض احمر وفريق بيدافيس ويتس ازرق بالكامل، طاقم ازرق بالكامل. ايمن خليني اكلمك على نقاط القوة لهذا الفريق. زي فرق اغلب فرق جنوب افريقيا الفريق بيلعب بطريقه 4-4-2، دايما بيعتمد على مهاجم متحرك تحت راس الحرب الاساسي، بيعتمد على الاطراف بشكل كبير في صناعه اللعب. لو استعرضنا التشكيل الخاص بفريق بيدافيس النهارده، بنتكلم على جوزيف حارس المرمى، هالانتي ومخانزي وهلتشواي والي الرباعي في خط الدفاع، عندنا اثنين في قلب ارتكاز الملعب سكوت وموناري، عندنا الرباعي او الثنائي الاطراف، عندنا بالامبي او سيفيسو ميني اللي هيكون واحد منهم هيكون متواجد النهارده، بالاضافه الى كلايت. في الثنائي الهجومي عندنا موهانجو اللي هو راس الحرب المتحرك، بالاضافه الى كين او روجرز. ده التشكيل المتوقع الخاص بفريق بيدافيس. طيب صناعه اللعب، نقاط القوه، نقاط الضعف، ازاي نقدر نتكلم على بيدافيس بشكل جيد؟ طبعا كان في صعوبه كبيره جدا في الحصول على مباريات كامله للفريق الجنوب افريقي، لكن تواجد المدير الفني على راس الجهاز الفني لمده كبيره والاستمرار اسلوب اللعب خلانا ان احنا نحاول نجيب لقطات مختلفه من بعض المباريات اللي خاضها سان داونز على مدار اخر 5 شهور. لو ابتدينا بالفيديو الخاص بنقاط القوه الخاص بمنتخب بالفريق الجنوب افريقي اللي هو بيدافيس، هنشوف ان الفريق دايما بيعتمد على فكره الاطراف وعلى صعود الاطراف، خاصه هالانتي، بالاضافه الى وجود كلايت وبالمبي وسيفيسو ميني. زي ما احنا قلنا سيفيسو ميني لسه منتقل حديثا للفريق الجنوب افريقي، بالاضافه الى تحركات موهانجو المستمره مع راس الحربة الثابت اللي هو كين او روجرز. طبعا كلايت هو احد افضل اللاعبين اللي موجودين في الفريق الجنوب افريقي، بالاضافه الى بالمبي، الاثنين دول اطراف. طيب في 4-4-2 هل بيعتمد على الاطراف بس ولا في مركزيه في او لا مركزيه في التحركات الخاصه بالفريق؟ لو هنحب ان احنا نبتدي بس الفيديو من اوله عشان خاطر بعد نشوف. بعد اذنك يا بيبو، بعد اذنك. دي كانت مباراه سان داونز، دي العاده يا ريت بس لو كنا نرجع الفيديو من اوله. طبعا ده الكروسز والشيفتنج بوزيشنز الخاص بالفريق بيدافيس. نقف هنا ثانيه واحده، احنا عندنا التحركات بتاعه كلايت وموهانجو، الاثنين كانوا موجودين على حدود منطقه الجزاء، احد الارتكازات اللي هو كان موناري حاول ان هو يخترق في عمق المنطقه. احنا عايزين نشوف هنا الطرف الشمال اللي هو موجود في اخر الملعب ده اللي هو الجناح بالمبي. بالمبي بيدخل وبيحاول يفتح مساحه على العارضه البعيده، موناري بيدخل بقوه في العمق عشان خاطر يخترق الجزء العارضه القريبه، بالاضافه لوجود روجرز. هنشوف هنا نكمل بقى بقيه الهجمه، نشوف ازاي خلقوا المساحه حتى في قلب الكرات العرضيه لما بتيجي تتنفذ ازاي بيوجدوا مساحه. هنا هالانتي رفع الكره عرضيه، هنا خلاص انت عملت اثنين على العارضه القريبه واحد على العارضه البعيده، انت شتت المدافع وبالتالي انت خلقت مساحه هنا. طبعا دي كان في اول 32 ثانيه امام ميمريدي سان داونز. طبعا ده كان تسديد من كلايت اللي هو الجناح المفترض. اقف كده بيبو، اقف كده بيبو بالشكل ده. بص حتى يعني بص 3-3-1 في الجزء الدفاعي، يعني حتى هم بيهاجموا بشكل قوي جدا. اكيد طبعا صعود هالانتي دوت والانتشار كمان بتاعهم، بتحاول لما بتحاول لوينج باك بالتالي انك انت بتفرغ الجناح ان هو يعمل ادوار تانية مختلفه. طبعا المفترض ان كلايت على الورق هو الجناح الـ 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 الايمن، لكن هو بيتحرك عنده مركزيه لا مركزيه في التحرك هو مع بالمبي. عدم وجود طبعا مهلامبي اللي هو متالق مع فريق المنتخب الجنوب افريقي في بطوله امم افريقيا للشباب، مخلي ان بالمبي او سيفيسو ميني الاثنين موجودين في الجناح الايسر اللي هو الجناح الايسر اللي هو عفوا الجناح الايمن اللي هو الخاص بفريق الجنوب افريقي، وبالتالي هي فرصتهم موجوده النهارده في اللعب. هنشوف هنا كره عرضيه ثانيه، هم دايما بيعتمدوا على فكره الكرات العرضيه. طبعا الظهير هنا طلع لغايه اقصى مدى، نشوف هنا التحركات بتاعه بالمبي. بالمبي مغير مكانه مع كلايت،
دي هنا في تحركات مختلفه وانك انت عملت شيفتنج للبوزيشن. فيرو ده اسمه ايه بس عشان كلايد؟ لا اللي هو الاخر واحد مع اخر لعيب ده روجرز. روجرز ده دايما باستمرار موجود في روجرز او كين، هو بيبقى اكيد محط بالظبط. روجرز او كين والثلاثي كلايت او موهانجو وباليمبي هم الثلاثه اللي بيعملوا عمليه شيفتنج للبوزيشنز بتاعتهم عشان خاطر يحاولوا يعملوا خلخله للدفاع. نكمل بقيه الهجمه. طيب استاذنك بس ايمن، يعني طبعا هنكمل كلامنا على الحالات الفنيه بالنسبه لنقاط القوه ونقاط الضعف مع على فريق فيدفست، ولكن يعني نروح سريعا لاستاد السلام مع كابتن شادي محمد مع كابتن سمير كمون. بشكرك يا شادي اكيد طبعا، اللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي بيبذل مجهود كبير، يعني مش هو لوحده، هو الراجل يعني اللي هو شكر كل العاملين وكل الناس اللي ساعدوا النهارده ان اليوم يطلع بالشكل ده، حتى بالنسبه لنا احنا كمان وفروا لنا سبل الراحه ان احنا نعمل الاستوديو بالشكل الجيد، والتنظيم نفسه كان جيد داخل الملعب، وايضا يعني تجهيز كبير من فتره طويله، يعني يا رب ان شاء الله يكلل بالخير النهارده بفوز فريقنا. خلينا نكمل كلامنا، ويا ريت يا بيبو لو نقدر نكمل الفيديو اللي احنا كنا شغالين فيه بخصوص فريق بيدافست، لان طبعا لازم نشوف القوه الهجوميه اللي عندهم اللي فيها هذا الفريق عشان نبقى عارفين، واحنا بنلعب هذا الفريق وكابتن حسام اكيد درس هذا الفريق بشكل جيد. يعني معاك الفيديو ايمن، معاك ايضا احمد، نقدر نتكلم احنا الثلاثه على هذا النقاط القوه والضعف بالنسبه لو رجعنا الفيديو الاولاني هنلاقي ان الفريق ده عنده حته اللامركزيه، يعني سواء كلاتيه او بليمبي او مانجو او رودجرز بينوعوا في المراكز، يعني ممكن تلاقي كلاتيه ده بيلعب جناح شمال، ممكن تلاقيه راح ناحيه اليمين، بليمبي العكس، عندهم حته اللامركزيه وعندهم حته الانتشار العرضي بصوره رهيبه جدا، بيتقدموا وبينتشروا بصوره اكثر من رائعه. واللي اكد الكلام ده برضو ان كلاتيه لوحده صانع 7 اهداف وبليمبي صانع 4، يعني الاثنين على بعض عاملين 17 هدف، عاملين 11 هدف من 17 هدف لفريق بيدفست اللي هو جنوب افريقيا، يعني عاملين 65% من اهداف بيدفست. تمام. فده بياكد ان الفريق ده بيهاجم بقوه جدا من على طريق الاطراف، فده بيتطلب من كابتن حسام طبعا ان هو يعمل مثلثات، يعني يعمل مثلثات على الاطراف، يعني لو محمد هاني بيميل عليه احمد فتحي وبيبقى قدامه مؤمن زكريا بيعملوا مثلثات، بيعملوا كفرنج على الجناح عشان يقفلوا حته الاطراف. تمام. الناحيه الثانيه برده كذلك هيبقى علي معلول واجايه وحسام غالي برده هيكونوا عاملين ايه؟ حته الكفرنج على الجناح. فدي مهمه جدا. انا عايز اسالكم حبينا بس نرجع بس عشان خاطر نقطة مهمة جدا أثناء تحليل الأداء الخاص بالفريق الجنوب أفريقي. هو لما بيجي يلعب الكرات العرضية هل بيلعبها على لعيب معين ولا بيلعبها في منطقة معينة؟ لا، الفريق الجنوب أفريقي أو فريق بيدفست متميز أو بيبقى مصمم إن هو يرسل الكرات العرضية ما بين نقطة البينالتي وما بين الستة ياردة، فهو متميز جدا في المنطقة ديت. يعني لو رجعنا الفيديوهات من الأول يا ريت هنشوف دايما إرسال الكرات العرضية بيبقى في المنطقة دي. هنا احنا بنتكلم على بدايه الهجمات من الناحيه الشمال، نكمل بقيه اللقطه ما فيش مشكله. وبعد الهدف الاولاني هيبقى هنلاقي دايما ان الكرات العرضيه موجوده ناحيه ما بين نقطه ضربه الجزاء وما بين السكس يارد، يعني معنى كده ان اللعيبه مدربه بشكل كبير جدا، بالرغم ان وانت كابتن فاروق عارف طبعا ان الجامبنج من وضع الثبات بيبقى اصعب بكتير من وضع الحركه. واضح جدا ان هم يعني الثلاثه حتى اللي داخلين جوه ال 18 بيستنوا لغايه لما يبتدي ياخد البوزيشن الكروس عشان يقدروا جايين بقوه اكتر. احنا حتى لما هنشوف الارتكاز المفترض بتفضله المساحه هو عارف رايح فين، يعني احنا بص هنشوف هنا الارتكاز، بص هو رايح على المنطقه معينه، هو عارف ان الكره لازم هتتلعب في المنطقه دي. تمام. ده بيتم التدريب عليه، يعني التنفيذ بس ممكن يختلف من لعبه للثانيه. يعني هيخطئوا مثلا في المباراه ديت او في اللقطات اللي احنا جبناها اخطأوا فيها مرتين بس. لكن بقيه الكرات كلها موجوده في نفس المنطقه. تمام. في ما بين المنطقه ما بين ضربه الجزاء او ما بين علامه نقطه الجزاء وما بين السكس يارد، فدي تبقى حاجه مهمه جدا ان اللعيبه تبقى واخده بالها او الحارس المرمى او شريف لما بيبقى يجي يطلع بقى عارف الكره هتتلعب فين بالظبط. نكمل الهجمات زي ما احنا شايفين. احنا اتكلمنا على الماتش ده كان نهائي كاس ده كان نهائي كاس 3-0 وكان صن داونز في المرحله دي كان فريق قوي جدا. سرعه التحول كمان من الدفاع للهجوم، يعني الفريق احمد ده كمان ده كان في اول 30 ثانيه يعني في اول 30 ثانيه من اللقاء، فمعنى كده انه كان بينزل بتيمبو عالي جدا، عنده قدرات هجوميه عاليه جدا في ان هو مركز جامد. تفتكر بحجم النادي الاهلي وكلام المدير الفني ليه على النادي الاهلي وان هو نادي كبير وانه ممكن يبتدي بالتيمبو اللي انت بتتكلم عليه في بدايه المباراه وبالشكل القوي زي ما احنا شفنا قدام سان داونز؟ اعتقد
اعتقد ان الفرق الجنوب افريقيه ممكن مفاجاه. الفرق الجنوب افريقيه بتقدر تهاجم او عندها ما عندهاش ما بتعرفش تدافع. هي ممكن تتمركز بشكل جيد ورا في الدفاع لكن هي لا تميل للاسلوب دوت. توافق الراي ده؟ لا انا شايف ان هو هيلعب هو دفاع متقدم شويه بس هو برده هيلعب دفاع منطقه واعتقد ان هم مميزين جدا في الهجمات المرتده لان هم عندهم سرعه التحول دي فمش فارقه يعني هم عندهم الهجمات المرتده ممتازين فيها جدا فهو هيدافع قدام الاهلي حتى في اول يعني الشوط الاول حتى وبعد كده هيلعب على الهجمات المرتده عنده سرعه تحول رهيبه مساعداه يعني عنده الخطير ده مهانجو رقم 17 ده هداف الفرقه في دوري جنوب افريقيا وده اهم لاعب عندهم يعني يعتبر رقم واحد اللي هو رقم 17 ده جايب 8 اهداف وصنع هدف في 17 ماتش في الدوري في جنوب افريقيا تمام ده دي نقطه بص يا كابتن فاروق هو بص بيلعب الكره العرضيه فين برغم ان كلايت هو هنا اللي واخد البوزيشن هنا او مهانجو ده تقريبا اللي كان واخد البوزيشن بص لعبها على منطقه معينه نكمل الهجمه الكره اللي بعديها برضو نفس الامر هنا مهانجو بيلعب الكره وبيتحرك دايما بيهرب دايما ناحيه الطرف الشمال فده فكده هيخلي في صعوبه اكتر على محمد هاني فلازم احمد فتحي لو بيلعب في الارتكاز النهارده يامن اللعب نقف هنا بقى ثانيه واحده بص كلايت المفترض ان هنا هو عارف ان الكره المفترض تبقى موجوده في المنطقه اللي هو واقف فيها حتى نشوف رد فعله ان هو كانه يعني انت عملت ايه انت 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 لعبتها غلط انت لعبتها زي ما احنا مش متفقين عليه فنكمل البعيد هم عندهم سرعه قويه جدا ان هم يخشوا جوه ال 18 ودي يعني لازم ثلاثي الدفاع عندنا احمد حجازي وهو الكوره وهي بتتعمل لازم واخدين بالهم مين اللي جاي من الخلف بالنسبه لفريق بص هنا روجرز فتح المساحه وكلايد دخل برده في نفس المنطقه الكرات العرضيه بتنزل في نفس المنطقه على نقطه الجزاء او نقطه البينالتي او ما بين البينالتي وما بين السته يارده نكمل نسميه الفريق ده فريق الاطراف او فريق العرضيات يعني ده افضل لقب للفريق ده بصراحه اكيد اكيد يعني واضح جدا من خلال الشغل الاطراف واضح ان هم بيشتغلوا بشكل كبير وعندهم ميزه كمان مهمه جدا وهي ميزه الضربات الثابته بيحرزوا اهداف كتير جدا من الضربات الثابته يعني الاثنين قلبين الدفاع طولهم حوالي 180 سنتي طوال القامه يعني مخوانزي رقم 15 ده جايب 4 اهداف في 17 ماتش في دوري جنوب افريقيا والمدافع الثاني هالاتشواي اللي هو كابتن الفريق جايب 3 اهداف وصنع 3 فده دليل ان قلبين الدفاع عندهم هدافين من هدافين الفريق كمان. فده دليل ان هم مميزين جدا في الكرات الثابته بيجيبوا اهداف منها كتير جدا ما هو خلي بالك يعني وده اللي انا عايز اقوله النهارده بالنسبه للماتش النهارده لو هم بيبتدوا امام سان داونز في نهائي كاس زي كده في نفس الوقت بطوله بقى المختلفه وده اللي بنقوله ان البطولات الافريقيه بتبقى مختلفه في طريقه الاداء وانت بتلعب النادي الاهلي انت كفريق بيدرس هتبتدي تلعب على هجمه مرتده واذا فشلت فيها عندك سلاح تاني هو الكرات الثابته هم لعبوها قدام سان داونز ما هو سان داونز عندهم برضو هو اللي يعتبر البطل فهم لعبوها كده يعني كانوا بيلعبوا برضو هم بيلعبوا ايه دفاع منطقه بس بره على الدايره على دايره ال 18 وبيلعبوا على الهجمات المرتده ان انت ترمي سواء لمهانجو او لكلاتيه او بليمبي وطبعا روجرز ده قدام المهاجم المحطه هو اللي بيخلص طبعا دي الضربه الثابته اللي كانت موجوده في قدام اورلاندو بايرتس برضو نفس الامر بص نفس دايما الكرات العرضيه بتتلعب في نفس المنطقه قدام سان لوزيان برضو في نفس المنطقه فلازم هم متدربين كويس جدا على اللعبه والمكان ده فده بيدي لهم افضليه ان انا ازاي باجي العب الكرات بشكل معين هنا مهانجو مثلا لما نيجي نتكلم على مهانجو اللي هو احد افضل اللاعبين الموجودين عندهم مهانجو عشان خاطر بيهرب ناحيه الطرف هو بيرجع يرد تاني في العمق لكن هنا هنا في الهدف اللي فات كان قدام اورلاندو سابوا له المساحه في العمق لكن لما سان داونز قفلوا المساحه في العمق واداله المساحه لاطراف الكره طلعت بقت سهله جدا فنشوف هنا الكره بسيطه جدا قدروا يسيطروا عليها فلازم لما هاني يكون مثلا مهانجو هرب ناحيته يبقى المفترض ان هاني بيسيب له العمق او بيفل العمق وبيسيب له الطرف عشان خاطر يطلع لبره هنا مهانجو اتحرك بشكل سريع جدا امام سان لوزيان وعمل الوان تو وقدر يسدد طبعا سان لوزيان دفاعه مش قوي او دفاعه سيء جدا لكن ده بيورينا ان مهانجو عنده القدره على ان هو يتسلم ويسلم الكره بشكل سريع جدا وهنا بيبين كمان دور احمد فتحي النهارده هيبقى مهم جدا ان احمد فتحي بيعمل السكريننج لتقدم لاعبي الاهلي فانت هتعمل التغطيه دي يعني المهانجو لو قدر يستغل مثلا المساحات اللي ورا دي هيسبب مشاكل كتير فلازم طبعا احمد فتحي يخلي باله طبعا من مهانجو ويقدر يعمل السكريننج والتغطيه لتقدم لاعبي الاهلي طيب دي مهمه جدا يعني دي لحد ما احنا بنتكلم كده على نقاط القوه والقوه الهجوميه لدى الفريق وواضح جدا من خلال اسلوبهم سواء على الاطراف او العمق
يستخدموا هذا اللاعب المونجو ده اللي هو افضل اللاعبين. وكيلاتي كمان كيلاتي رقم 7 ده لاعب النادي الاهلي قبل كده كان بيلعب في اورلاندو، لاعب النادي الاهلي 6 مباريات يعني حظه حلو شويه على النادي الاهلي ان هو كسب في 3 وتعادل 2 وخسر في اللي هو النهائي كان اللي هو سنه 2013 لما الاهلي كسب 2-0 بابوتريكا واحمد عبد الظاهر. فده بياكد برده ان هو لعيب عنده خبره وطبعا متالق جدا في الدوري الجنوب افريقيا، عامل 7 هو الاكثر صناعه للاهداف في الدوري متصدر القائمه ب7، فده برده لعيب خطير ومميز كمان في لعب الضربات الثابته بقدمه اليسرى، عرضياته قويه جدا وبيلعب متخصص لعب الضربات الثابته. تمام، يعني ده يمكن النقاط القوه بالنسبه لهم والشكل الهجومي بالنسبه لفريق بادوفيس. فخلينا اكلمكم على نقاط الضعف بالنسبه للفريق. اكيد كابتن حسام بدري يهمه النهارده المكسب مش هيجي ان انت تستغل نقاط الضعف الموجوده لدى الفريق المنافس. القدرات الهجوميه للرباعي الهجومي اللي موجوده في فريق بادوفيست بتقلل او بتقلل جدا من القدرات الدفاعيه اللي موجوده عند الفريق، لان القدرات الفريق مش بيقدر يتراجع، الاجنحه مش بتتراجع بشكل جيد، ثنائي الارتكاز انا شايف ان هم بيبقوا جيدين في العمق لكن ما بيقدروش يعملوا عمليه الكفرنج في التغطيه مع ظاهرين الجنب، عشان كده دايما مشاكل في الفريق بادوفيست عنده مشاكل في الكرات العرضيه. طيب حاجه أنا كمان بقى بس ايمن وانت بتتكلم ده اتوبيس الفرقتين، اتوبيس النادي الاهلي واتوبيس فريق بيدرفس، يعني التوجه لاستاد السلام لطبعا خوض مباراه اليوم. اتفضل يا معلش. بنتكلم كمان عن الكرات العرضيه، في حاجه كارثيه موجوده في فريق بيدفست، ان اللعيبه ما بتنطش في الكرات العرضيه خالص، لا في الكرات الثابته ولا في الكرات المتحركه. معانا الفيديو بيوضح ان ازاي المدافعين، ازاي انت قلب دفاع وفيه كره ثابته وكره متحركه انت ما بتنطش، ما بتعملش الجامبنج، ما بتقدرش تحاول انك انت تضايق حتى المدافع. دي حاجه سيئه جدا ونقطه سيئه جدا في الفريق الجنوب افريقي، والمفترض يكون الكابتن حسام البدري اخذ باله منها النهارده ويكون مدرب علي معلول بشكل جيد مع عمرو جمال استفاده من قدرات اللعيبه اللي عندنا خاصه في ضربات الراس. عمرو جمال حسم مباراه السوبر الافريقي امام الصفاقسي في مصر قبل كده بضربه راس، عمرو جمال سجل اخر هدف ليه. طبعا عماد متعب اكيد هيبقى ليه دور النهارده في النص الثاني من المباراه والنص الثاني من الشوط الثاني، لكن عمرو جمال دوره مهم جدا انك انت ازاي تقدر تستغل نقطه واضحه جدا جدا في دفاعات الفريق الجنوب افريقي اللي هو بيعاني من عدم يعني بيبقى حاجه غريبه جدا ان فريق بتتلعب عليه كره عرضيه وما بيقدرش ينط. سانتو ليزان الاخيره ديت دخل فيهم جون وسط ثلاثه، اللاعب طلع وسط ثلاثه وحطها طب دي الفيديوهات اللي بالنسبه للفريق بيدفس يعني بالنسبه قدام قدام بايرتس يعني انت بتلعب الكوره على حدود منطقه او على برضه على نقطه الضربات نقطه ضربه الجزاء وبينط اللعيب لوحده من غير جدا اي حد في التمركز والرقابه في الكرات العرضيه يعني بصوره ملحوظه والحاجه سواء متحركه او ثابته. هنشوف الفيديو هنا، دي الكره الاولانيه وارتدت طبعا من الدفاع. ايوه هي دي الكوره، ده الجون الخاص بفريق سان نوزيان. بص احنا هنا بنتكلم اولا في هنا في ليزي في وسط ثلاثه واحد لوحده، وكمان رهانتي اطول من لعيب الجنوب واللعيب المشيسي بكتير جدا. بص ما فيش حتى اي نوع من انواع الجامبنج او حتى انك انت تحاول تضايق المهاجم عشان خاطر تمنعه من الكره. كمان حارس المرمى رد فعله كان غريب جدا، يعني انت المفترض الكره ما بينك وما بينها حوالي 4 ياردات، لان انت على بعيد عن خط المرمى بحوالي 2 ياردة وانت حوالي ما بينك وما بينها 4 ياردات، انت بدل ما بتحاول انك انت تطلع تاخد الكره بنفسك انت بتشاور، فمش عارف انت بتشاور ليه. وعلى فكره المباراه دي كمان كانت في الدور اللي فات، يعني مش مباراه قديمه، كانت قدام بطل جزر الرونيون في المباراه اللي فاتت على طول، فدي بالزبط. بتوضح ان هم عندهم مشكله طبعا في الدفاع، طبعا عندهم مشكله ثانيه واضحه جدا اللي هي المسافه ما بين قلبين الدفاع، ثغره واضحه جدا سهل جدا ان انت تضربهم باي تمرير طولي ما بين قلبين الدفاع. وهنا طبعا دور عبد الله السعيد مهم جدا، انا اعتقد النهارده لو عبد الله فايق اعتقد ان النادي الاهلي هيحسم المباراه بمنتهى السهوله. ان الاربعه اللي قدام عندهم بيتقدموا وبيبقى في مساحات وراهم، يعني هم بيبقى في فجوه في وسط الملعب، عبد الله يقدر يتحرك في الان بتوين سبيسز او الان بتوين لاين اللي هي في المساحه اللي ما بينهم دي، يقدر يعمل التمرير الطولي في ما بين المساحه ما بين قلبين الدفاع لعمرو جمال او سواء لاجاي اللي هيجي من على الطرف مثلا او وليد سليمان او مؤمن زكريا. اعتقد النادي الاهلي يقدر يستغل النقطه دي، ودي مهمه جدا. عندهم بطء، يعني هم طوال القامه ومميزين جدا في الالعاب الهوائيه، لكن على الارض والتمرير الطولي من خلفهم بيبين طبعا ان هم ضعاف جدا فيها. يبقى انت بتتكلم، اتفضل يا ايمن. حاجه كمان ان الفريق الجنوب افريقي عنيف جدا، عنيف في فكره انك انت لما في لعيب بيقدر يعدي منك، عملوها مرتين، اتحسبت الاولى ضربه جزاء عليهم في امام الفريق سان لوزيان، الفريق اللي امام اورلاندو ما اتحسبتش ضربه جزاء. فلو علي معلول قدر يعدي او محمد هاني قدر يعدي
المدافعين بتوع بيت فيست بيحاولوا اول خيار ليهم ان هو بتحاول تعمل تاكلينج عشان خاطر تمنع اللعيبه المصريه انك انت تقدر تكمل الهجمه. فدي برده حاجه ممكن الفريق يستفيد منها، انك انت لما بتزود الظاهرين الجنب ان هم يتحولوا لاجنحه في قلب المباراه، ده بيخلي الضغط بيبقى زايد جدا على هالانتي وألي. الاثنين ظاهرين الجنب دول بيحاولوا ان هم يحموا مرماهم عن طريق التاكلينج، فده حاجه برده جيده جدا للنادي الاهلي ان هو لو استغل الموضوع دوت فبالتالي هتكتر الضربات الثابته ويكون اللعيبه متدرب عليها. ونستغل النقطه الثانيه او النقطه الاولانيه اللي احنا قلنا عليها ان هم مش بيطلعوا في الكرات العرضيه. اكيد يعني كابتن حسام بدري شاف كل الكلام ده ومن خلال الفيديوهات، من خلال المحاضرات مع اللاعبين خلال الاسبوع الماضي وتجهيزه في التدريبات والتكتيك اللي اشتغل عليه من خلال التمرينات. اكيد في تشكيل موجود كابتن حسام، خلاص ابتدى يعني دقائق وكابتن شادي هيكون معانا هيقول التشكيل ده، ولكن التشكيل الامثل بالنسبه لكم في ظل وجود نقاط القوه والضعف اللي احنا اتكلمنا عليها يا احمد؟ بالنسبه لي انا الخط الدفاع هو محمد هاني وسعد سمير وحجازي وعلي معلول، الثنائي الارتكاز حسام عاشور وحسام غالي، عفوا احمد فتحي وحسام غالي، الثلاثي المتحرك خلف راس الحربه، انا عندنا عمرو جمال راس حربه، عندنا اجايو عبد الله السعيد ومؤمن زكريا. انا بالنسبه لي ده التشكيل الافضل والملائم للنادي الاهلي النهارده. يعني بالنسبه للتشكيل ده التفكير كابتن حسام او انت تفكيرك استغلال التشكيل ده في ايه؟ يعني جزئيه في ايه؟ اكتر من نقطه، اول حاجه انك انت محتاج لاعب زي حسام غالي بقدرات حسام غالي انك انت تقدر تعمل دور صناعه اللعب من الخلف. لما انت بتيجي تلاعب فرق بتلعب بطريقه 4-4-2 او 4-4-1-1 بيبقى اللعيب المتحرك خلف راس الحربه اللي بيهرب دايما على الاطراف، فانت مش ما عندكش مشكله في انك انت تسيب واحد بس في منطقه عمق الملعب اللي هو يقدر يغطي لك المساحه ديت اللي هو احمد فتحي. فحسام غالي عنده القدرات ان هو يقدر يزيد اثناء عمليه بناء الهجمه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان لما زي ما احمد قال ان الفريق مثلا بيحاول يعمل مثلا في بعض الاحيان ضغط عالي، وجود حسام غالي هيضمن لك ان الكوره او الهجمه هتطلع بشكل جيد. طبعا في ساعات بتبقى في تمريرات خاطئه، لكن انت الاساس عندك انك انت في لعيب موجود هيقدر يطلع الكوره تتحول المدافعين بين الدفاع يتحولوا الى اظهره الجنب واظهره الجنب يتحولوا الى اجنحه، وبالتالي حسام غالي يسقط ما بينهم ويبتدي يقدر يعمل عمليه صناعه لعب. ده تفضيلي لحسام غالي. احمد فتحي عنده قدرات الجيده في انك انت تسدد الكرات من خارج حدود منطقه الجزاء انتظارا لاي كره عرضيه احنا مثلا ما قدرناش نوصلها، فاحمد فتحي قدراته الجيده جدا في التسديد، وفي نفس الوقت بيقدر يغطي مع احمد هاني مع محمد هاني في الطرف ده. حاجه كمان ان انا محمد هاني ممكن اثبته تماما في المنطقه ديت عشان خاطر كلايت او موهانجو او باليمبي على حسب اللي بيبقى موجود في المنطقه ديت، فانا اقدر اثبته واقدر اخلي احمد فتحي هو اللي يتحول من منطقه الارتكاز في عمق الملعب الى منطقه الجبهه اليمنى للاهلي ويبتدي يرسل برده كرات عرضيه. فانت عندك كده انت بتعمل جوكر في السبيسز، حتى في المساحات اللي موجوده عندك انت عندك اكتر من لعيب تقدر توظفه في اكتر من مساحه وباكتر من بوزيشن موجود. بالنسبه لاجاييه طبعا وجود اجاييه هيبقى مهم جدا عشان يتحول الى راس حربه تاني عشان خاطر تقدر تستغله في الكرات الثابته. كمان الانسجام اللي موجود ما بين علي معلول وما بين اجاييه بيرجح كفه اجاييه في الفتره الاخيره، وبالتالي انك انت لما تيجي تعمل جبهه فيها تناغم وفيها انسجام في الفتره الاخيره فانت بتزود القدرات الهجوميه عندك. احمد خليني برضه التشكيل الامثل بالنسبه لك وبرضه وليه ممكن كابتن حسام او انت من وجهه نظرك كابتن حسام يستغله ازاي وعشان كده هو ممكن يعمل التشكيل؟ في الاول طبعا تاكيدا على الكلام ده ان الفريق ده عنده ضعف في خط الدفاع ان هو داخل في مرماهم 15 هدف في 17 مباراه، فدي برضه نسبه عاليه تكاد تقترب من هدف في المباراه الواحده، فدي بتاكد برضه ان هم عندهم ضعف في خط الدفاع. بالنسبه للتشكيل الامثل من وجهه نظري طبعا شريف اكرامي، احمد حجازي وسعد سمير اثنين قلبين دفاع. سعد سمير طبعا بيقدم الموسم ده احد افضل مستوياته وهو افضل مدافع في الدوري المصري بلا منازع، بدليل ان هو اكتر واحد قطع كرات 59 كوره في الدوري المصري بصفه عامه. طبعا محمد هاني لا خلاف عليه للتطور، كابتن حسام البدري يعني طوره وهو تاني اكتر لاعب في الدوري المصري قطعا للكرات. طبعا علي معلول ظهير ايسر، اثنين ارتكاز احمد فتحي كلاعب هولدنج ميدفيلدر لاعب بيقوم بالمهام الدفاعيه، وطبعا حسام غالي كلاعب كرييتور جنبه. اعتقد ثلاثة قدامهم هيبقى عبد الله السعيد كبلاي ميكر كصانع العاب، وطبعا وليد سليمان ناحيه كجناح ايمن، وناحيه الشمال يبقى اجاي وقدام عمرو جمال. يمكن انا فضلت طبعا وليد سليمان مع فتحي مع محمد هاني عشان يعملوا حته البلوك على كيلاتيه وعلى مهانجو ناحيه الشمال دي. وليد سليمان قدراته الدفاعيه عاليه وعنده خبره افريقيه قويه جدا، مع احمد فتحي طبعا مع محمد هاني في ظل تطور مستواه ده اعتقد ان هم يقدروا يعملوا البلوك. الحاجه الثانيه المهمه جدا حمودي،
حمودي لازم يكون له دور مهم جدا في الشوط الثاني، لان حمودي تفتكر كابتن حسام ممكن النهارده يبتدي؟ اه طبعا، بدليل ان هو جهزه في المباراه الاخيره. اه هيبقى موجود في الشوط الثاني. ليه؟ لان حمودي عنده ميزه الحل الفردي. حمودي ممكن الشوط الثاني ان هو يعني هو يعتبر حاليا احرف لعيب في النادي الاهلي. حمودي عنده عدد المراوغات بتاعه عالي جدا، يمكن هو في المباراه الاخيره عامل 4 مراوغات ناجحه في نسبه 30 دقيقه لعبهم قدام الداخليه، فدي برده بتاكد ان حمودي هيكون يعني ان شاء الله الشوط الثاني يكون له دور مهم جدا. الناحيه الثانيه طبعا اجاييه وعلي معلول، دي تعتبر الجبهه القويه دلوقتي النادي الاهلي، الجبهه اليسرى، واعتقد ان في تفاهم كبير جدا ما بين علي معلول واجاييه، يقدر النادي الاهلي يستغلها ويعملوا كرات عرضيه كتير جدا لعمرو جمال، اللي طبعا زي ما احنا قلنا ان هم عندهم نقطه ضعف واضحه جدا في التمركز في الكرات العرضيه. الحاجه الثانيه ان اجاي يقدر يتحول كمهاجم تاني بجوار عمرو جمال، وزي ما قلت لحضرتك ان هو يستغل التمرير الطولي من عبد الله السعيد، لان هم عندهم فجوه ما بين او في المساحه الموجوده ما بين قلبين الدفاع في فريق بيدفست. فدي يعني اعتقد ان هو ده التشكيل الامثل للنادي الاهلي. والله احنا نتمنى طبعا كابتن حسام، خلاص يعني انت بتقوله كل واحد بيقول تشكيله، ولكن كابتن حسام فكره تاني خالص. هو كابتن حسام اعتقد ان هو هيلعب بنفس التشكيل ده التشكيل الاقرب. بس مؤمن زكريا هيلعب جناح يمين. يعني ده التشكيل الاقرب للنادي الاهلي كابتن حسام البدري من داخل النادي الاهلي، يعني ان مؤمن زكريا هيبقى هو الجناح اليمين، واجاييه وعبد الله السعيد وعمرو جمال، واثنين ارتكاز هيبقى حسام غالي واحمد فتحي، برده نفس التشكيله بالظبط، بس هيلعب بمؤمن زكريا جناح يمين واجاييه جناح شمال. ان شاء الله ربنا يكرم النهارده، بس يبقى يوم جميل. بشكرك يا احمد وجودك معانا وتحليل رائع منكم انتوا الاثنين. ايمن ايضا بشكرك، يا رب ان شاء الله نكون وصلنا الى حد ما معلومه كده عن فريق بيدفست اللي ممكن يكون مجهود بشكل كبير لدى الجمهور، لكن اكيد الكابتن حسام البدري بقاله اسبوع او 10 ايام بيدرس هذا الفريق عشان مباراه اليوم، عشان عنق الزجاجه ان شاء الله ننطلق منها بمباراه ريحنا في مباراه العوده ونكسب ان شاء الله، سواء هنا مكسب مستريح وايضا هناك يبقى في كلام تاني. لكن بدايه النهارده بعد الفاصل ان شاء الله معاكم كابتن شادي محمد، هننتقل للاستاد السلامه، هيكون طبعا معاه كابتن سمير كمونه وايضا كابتن عبد الحميد حسن ميدو هيقود الاستوديو مع كابتن او نجوم مصر كابتن علاء ميهوب، كابتن عبد الحميد، كابتن خالد بيومي، وكابتن هادي خشب ان شاء الله هيكونوا موجودين معاكم في الاستوديو، وكلام كتير جدا على مباراه اليوم. كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، اكون في تناوب ان شاء الله موجودين معاكم مكملين، ولكن طبعا يهمنا المكسب النهارده عشان نقدر نكمل بشكل كويس. اتفضل يا كابتن شادي.